الموضوع متعلق بأدوات، يعني الأدوات الأمريكية في الداخل العراقي والأدوات الإيرانية. إذا اعتبرنا أنه خارطة هذه، يعني إذا نظرنا الموضوع نظرة استراتيجية متعلقة بالقدرات الإيرانيين والأمريكان على حد سواء، أنا أعتقد أنه يعني أستاذ أحمد أمريكا تسيطر على العراق، خذها مني يعني. كل ما يدار ونفوذ الميليشيات، ماذا تفعل الميليشيات؟ يعني يقصفونهم صاروخين على كم قاعدة أكو أكثر يعني. إيران أمريكا تسيطر جويا على العراق، العراق هو تحت مرأى وتحت مرمى الطيران الجوي الأمريكي. أصلا إيران في حرب داعش لم يسمح لها أن تطير طائرة واحدة، ولذلك ظريف في تسريباتها، ما رجع حق الظريف، من أبرز النقاط التي أشار لها هو أنه قال أن قاسم سليماني لم يكن يستمع لي حينما قلت له إياك أن ترسل الأسلحة بالطائرات المدنية إلى العراق وسوريا. أستاذ أحمد، ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أنه إيران لا تستطيع أن تطير طائرة حربية تمر بالأجواء العراقية لأنها محمية أمريكية. فأنا أعتقد الأدوات الأمريكية في الواقع العراقي فاعلة ومؤثرة، أما الأدوات الميدانية الإيرانية طبعا فاعلة ولكن ليس بالفاعلية الأمريكية. أنا أعتقد أنه أمريكا أكثر سيطرة وأكثر احتواء، أضافة لأنها ما زالت تدير اللعبة السياسية وتمتلك يعني أدوات سياسية قوية في الداخل العراقي. طيب،